حقيقة الدكتورة أمل شخصية جدا مختلفة، علمتنا كيف ننظر للأمور بمنظور آخر، علمتنا كيف نقرأ بين السطور لحتى نوجد فعلا الناس شو محتاجين، خلتنا نعرف أنه النجاح أساسه البحث دائما عن أمور جديدة، لأنه هالبلد بتستاهل كل شيء جديد ممكن نحن نقدم لها إياه. الدكتورة أمل حثتنا على التطوع، على المبادرات الوطنية اللي ممكن نقدمها لهالبلد. دكتورة أمل العلي من أروع الدكاترة اللي تعرفت عليها بهالجامعة، علمتنا كثير أشياء بسبب طريقة وتعاملها مع الطلبة. طريقة تعاملها مع الطالبة كانت طريقة جدا حلوة تفوق تعامل المعلم والتلميذ. الدكتورة أمل من الأشياء اللي بتميز شخصيتها أنه هي دكتورة جدا متعاونة، طيوبة بتعاملها مع التلاميذ، جدا تعامل راقي ورائع، وهذا الشيء بحث على الاختراع والتقدم والتفكير برا الصندوق مثل ما بقوله. غير هيك أنه لما بتوقف وبتحكي عن الاختراعات، بتحكي عن الانوفيشن، بتحكي عن طريقه التفكير، بتحكي لنا كيف نفكر، بتحكي بطريقه واثقه جدا من نفسها، بحيث انه احنا بنقتنع باي شيء ممكن تقوله له علاقه بالانوفيشن والاختراعات وحل مشاكل الناس.